أنا سعد حمد البراك، ولدت نشأت في الكويت في هذا البلد الحبيب، وواجهت تحديات منذ الصغر، ولذلك كان علي أن لا فقط أتعامل مع التحدي لأتعايش معه، إنما أعشق التحدي وأحبه وأستخدمه كعتبة للوصول إلى أقصى ما أستطيع أن أوصل له. ولذلك تعلمت نهاية أن ليس المهم في عالم البزنس أن تصنع المال، لكن أن تصنع التاريخ، لأنك إن صنعت تاريخا صنعت مالا أعظم ومكانة أعظم. والله يعني كيف يراني العالم، يجب أن يجيب العالم عن ذلك. أنا أريد أن أكون شخص يعمل فرق في نفسه وفي أسرته وفي وطنه وفي أي عمل يعمل به، وأريد أن يكون هذا الفرق واضح. أرى نفسي مغامر جريء مبادر، أريد أن أكون أولا حتى كل من معي يكونون أولا. القائد الناجح هو الذي يستطيع أن يؤثر على المجموعة التي تشاركه الأهداف والآمال. في ظني أن 80% من القيادة هي كيفية التواصل، بدءا بالسلوك والعمل والمثال وتمثل القيم والمبادئ والأهداف وتمثل الحلم وعشق هذا الحلم، إلى الحوار والتفاهم والإقناع والتكاتف وما إليه. أنا أتعامل مع أسرتي بالحرية والاختيار أكثر من أي تعامل آخر. أحاول أن أوصل لهم القيم والمبادئ والأخلاق بأن أتمثلها أنا ابتداء. نحن نعيش في صداقة، في حرية، دعم مع بناء قدرة الاعتماد على الذات. هذه قضية مهمة. هناك من يدعم بصورة مطلقة فيصبح الطفل أو الابن في منطقة راحة كاملة، متى ما خرج منها تعثر. ولذلك يجب أن يكون دعمك لبناء قدرة الاعتماد على الذات والتفوق على الذات، وليس دعما يعني يمنح منطقة ارتياح مطلقة تجعله غير مؤهل لخوض الصعاب في الحياة.